لكن اكيد عندنا سالفه تناقشنا فيها قبل يومين وهي عن المصروف المدرسي. المصروف المدرسي كم كان مصروفك تراد؟ كان على حسب والله، يعطيها العافيه امي كانت تسوي لي الفطور، يعني بنفس فطور البيت، يعني ما تخليني اخذ من المكسر او شيء، وتعطيني يعني اذا على حسب اذا كان يعني كنت احتاج زياده او شيء ريالين، عارف اللي هي حقت الباك اب اذا كان في شيء. اكيد طبعا لازم يكون في باك اب، ولكن دائما تختلف من مرحله لمرحله طبعاً. المصروف المدرسي نحس كذا كل ما كبرنا كل ما زاد المصروف. نحس نفسنا صرنا كبار خلاص، يعني لا احد يكلمنا بعد اليوم. عموما كان سؤالنا على هاشتاج ساعه في تويتر عن مصروف المدرسه. خلونا نروح نشوف تغريداتكم. مع اول هيفا تقول انا اعطيها ريال واحد واحيانا ريالين، هيفا ام، مع ساندويتش وعصير وحليب وبسكوت او معمول من البيت. هيفا ممكن يكون عمرها على فكره في العشرينات بس ام. اي طبعا يعني، فيعطيك العافيه هيفا. حلو والله هيفا، عجبني. لميا تقول طبعا كل سنه يزيد، الابتدائي كان ريال والحين الطلبات كثرت، الله يكون في عون الوالدين. فعلا. اتوقع لميا قبل 20 سنه كان ريال كان. مو الحين ابدا. موج الغدير مختلف على حسب المراحل، الروضة ريال زائد وجبة، الابتدائي 3 ريال، المتوسط كل يومين 5 ريال، الثانوي 30 ريال بالأسبوع، الجامعة شيك مفتوح. ما شاء الله من حلو والله حلو بس مع المكافأة حق الجامعات الشيك المفتوح، يعني مقسمة هي، عارفة التقسيم. جود تقول على حسب الوضع والشيء الموجود بس الأغلب ماخذ كثير. حلو يا جود. أوكي. هوازن الزهراني اخذ اموزون الزهراني، اخذ مصروفي اليوم على حسب الموجود في المقصف، زي ما شفتوا بعض المقاصف يغلون الاسعار وبعضهم يرخصونها، ويسعد مساكم. اكيد مساك يا اموزون. مين معانا كمان؟ ايش رايك؟ معانا لميا، انت ايش رايك؟ والله انا يا جماعه كان مصروفي يعني كان في الابتدائي لازم يكون معانا ساندويتش والعلبه دي البوكس اللي ما نستغنى عنها ابدا، لازم تكون موجوده كل يوم في فطور، غير ال3 ريال اللي مع البوكس هذا، كنت مره مدلع لدرجه انه كنا بعد المدرسه نخبي الفلوس ونجمعها واخر الاسبوع نشتري لعبه او نشتري يلا ذكريات يا جماعه. انا كنت اجمع الفلوس هذه الين ما يجي رمضان عشان اشتري حلويات وشوكولات من البقاله، واجيب زي الطاوله، طاوله كذا عاديه وارصها، واجيب عيال خالي وخالتي يلا اشتروا، وابيع لهم الشيء دبل السعر، يعني هو طبعا شطاره في الاخير ما ضحكت عليهم. اكيد طبعا.